هذه الجماهير التي كانت يوم من الأيام توقد نصرا وتتحدث نصرا وتتغنى بانتصارات العالم، اليوم تعيش واحدة وجول. الله، عادت لتتغنى وتوقد نصرا ويسجل الراهب على كلمات الجماهير هدف التعادل بالتمريرة. نعم، ليس كل الرضا يا الراهب، لكنها في النهاية جول التعادل في الدقيقة 90. حسن الراهب بعدما احتسب الحكم 4 دقائق سجل حسن الراهب جول أفرح هذه الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة. حسن الراهب اللاعب البديل الذي كان يتمنى التواجد قبل ذلك بدقائق أكثر ينسى البديل ويفعل الكثير، يفعل الكثير. ها هو حسن الراهب، لا ينزل إلا قليل في المباراة لكنه يفعل الكثير. تمريرة وهذه